عين بنك أوف أمريكا يزيد السلوم من ستاند تشارد بأل سي لإدارة أعماله في السعودية، وبحسب العربية نت نقلت عن وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها أن السلوم سيحل محل مطشر المرشد الذي انضم إلى هيئة حكومية سعودية في الأشهر الأخيرة بعدما يقرب من 12 عاماً من العمل مع بنك أوف أمريكا. وإلى جانب المملكة سيغطي السلوم أيضاً أعمال البنك المركزي في الكويت والبحرين وفقاً لما اطلعت عليه العربية نت. وبحسب المصدر السابق أكد متحدث باسم الشركة رحيل السلوم وقال أن المقرض سيعلن عن بديل في الوقت المناسب. وذكر المتحدث وفقا للعربية أن السعودية هي سوق استراتيجي للنمو لامتياز إفريقيا والشرق الأوسط وركيزة أساسية لاستراتيجيتنا العالمية. يأتي ذلك وسط توسعات محمومة للبنوك الدولية في السعودية خلال السنوات الأخيرة وسط طفرة في الإدراج العام والأنشطة المصرفية الاستثمارية الأخرى، كما يتزامن هذا مع فتح الاقتصاد السعودي وتنامي الطلب على التمويل لبناء مشاريع عملاقة ضمن رؤية المملكة 2030. وتم تعيين السلوم رئيساً تنفيذياً لامتياز ستاند تشارت في السعودية عام 2020 وفقا لملفه الشخصي على لينكد إن. وافتتح بنك المملكة المتحدة أول فرع له العام الماضي بعد حصوله على ترخيص للعمل هناك في عام 2019، وعمل سابقا في أسواق رأس المال بالديون في HSBC Holding PLC. وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء أن الوزيرة جانيت يلين عقدت اجتماعاً افتراضياً مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان. وجددت الوزيرة يلين التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، ورحبت باستمرار الشراكة بين البلدين في مكافحة تمويل الأنشطة غير المنظمة في المنطقة. وناقشت يلين مع الجدعان الاقتصاد العالمي بما في ذلك تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك أسواق النفط والأمن الغذائي، كما ناقشت فرص زيادة الشركات الثنائية والتعاون في القضايا الاقتصادية والصحية والعالمية والمناخ. يذكر أنه تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض بعد رفض الأخير ضخ المزيد من النفط لتهدئة أسعار الخام التي واصلت ارتفاعها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو. ويرى مراقبون أن الرياض رفضت الاستجابة لهذه المطالب بسبب عدم استجابة واشنطن لمخاوفها بشأن إيران وأنهاء دعمها لعمليات التحالف في اليمن ورفض تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وسحب بطاريات صواريخ أمريكية باتريوت من أراضي المملكة.